الاتفاق والرفيقات وحضور الكريم. تحية نضالية للطبقة العاملة وعموم الكادحي بعيدهم الوطني الأممي، عيد فتح مال، عيد النضال والصمود وتأكيد المطالب المشروعة. أحيي مناضلي السي دي تي والإف إن أو والتنسيقية أساسية الذين فرض عليهم التعاقد. كفى عدوانا على الحريات والحقوق النقابية من أجل إطلاق سراح معتقلي السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين وعلى رأسهم الصحفي حميد المهداوي. تضامننا مع نضالات الطبقة العاملة والحركات الاحتجاجية ضد التهميش والفقر والخضرة. تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي في ظل استمرار الواقع الدولي المتسم بالسياسة العدوانية للإمبريالية الأمريكية والأوروبية والأنظمة التابعة لها تجاه شعوب العالم، والاعتداء على حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي لإدامة سيطرتها على مقدراتها وخيراتها. مع اتساع دائرة الانتفاضات الشعبية عبر العالم على الأنظمة المستبدة كما هو الشأن بالنسبة للشعب السوداني والجزائري، واستمرار الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للانتياز الصهيوني، والشعب اليمني في مواجهة الحرب القذرة التي يشنها تحالف الرجعي الإمبريالي عليه، والشعب الفلسطيني في مواجهة الإمبريالية الأمريكية. على المستوى الوطني، استمرار نظام الحكم ومختلف سلطاته في انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الحق في التنظيم والتجمهر والتظاهر السلمي والانتقام من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان وكل الحركات الاحتجاجية للمواطنين ضد التهميش والفقر والحجرة والسطو على الملك العمومي والأراضي الجماعية وأراضي المواطنين وتفويتها للمافيات العقارية والانهيار التام للخدمات العمومية، تعليم، صحة، نقل، ماء وكهرباء، وتكريس تدهور خدماتها وسيادة سوء التدبير والفساد المالي واستفحال اقتصاد الريح، وتكريس سياسة الانفلات من العقاب والحصار الظالم على الجمعية والحركات الحقوقية، ومنع فروع الجمعية من استعمال الفضاءات العمومية وحرمانها من الدعم العمومي، ورفض تسلم الملفات القانونية. أما الحقوق الشغيلة، الحق في الشغل والحقوق العمالية، فهي الأخرى تعرف تراجعات خطيرة خاصة في هذه الظروف الراهنة المتسمة باتساع الفوارق الطبقية والمتميزة بالهجوم الواسع على المكتسبات الإنسانية وتحميل الشغالين والجماهير الشعبية والشعوب. عموما تكلفة السياسة الرأسمالية المتوحشة المملكة من طرف صندوق النقد الدولي والدوائر الإمبريالية ونتائجها الوخيمة والمدمرة للبيئة والإنسان. وبعد الوقوف على قرارات الدولة الأخيرة تأكد بالملموس استمرارها في هجومها على الحقوق الشغيلة من خلال عدم مصادقة الدولة على العديد من الاتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومن بينها اتفاقية 89 ضرب القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية والشغيلة عموما عبر تجميد الأجور والزيادة في أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية والإجهاز على صندوق المقاصة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. إغلاق المؤسسات الاقتصادية واستفحال عملية التسريحات التعسفية الفردية والجماعية للعمال. عدم تنفيذ اتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وآخرها اتفاق 26 أبريل 2011. انتهاك صارخ لمرتضيات مدونة الشغل على عائلتها بشكل خطير، وبمباركة السلطات التي بدل أن تسهر على تطبيق القانون بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية القانونية أصبحت تتعامل معه في حالة متعددة لمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل. وعلى المستوى المحلي
استمرار التبييع والحصار الظالم على الفرع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بحرمانه من وصف الايداع القانوني وصلت الى حد رفض تسلم تبليغ حكم المحكمه الاداريه بالرباط من طرف الباشا واقتحام مقر الجمعيه من طرف مجهولين وسرقه محتوياته وترهيب مناضلين كمحاوله قتل الرفيق منير الملوي من طرف لوبيات الفساد جراء متابعته لملف نهب مقالع الرمال من شاطئ العلائش ومتابعته قضائيا وتحويل الملف من حاله الاعتداء الجسدي لملف تبادل الضرب والجرح. حرمان الفرع من الدعم العمومي ومنعه من استعمال الفضاء العام. دار الشباب، قاعه البحنيني، قاعه دار الثقافه وحتى القاعات الخاصه، وعدم التجاوب مع مراسلات الجمعيه وتظلماتها وبلاغاتها من طرف السلطات، ومنع وقمع الوقفه الاحتجاجيه التي تدعو اليها الجمعيه وبعض نشطاء الحركه المحلي كان اخرها 10 ابريل 2019. وتدهور خطير للخدمات الصحيه بالمستشفى الاقليمي لاله مريم، وانتشار الجريمه واوكار المخدرات والتجاوزات المهنيه لبعض عناصر الشرطه في التقصير في معالجه شكايات المواطنين والمواطنات والاجراءات المتعلقه بها على مستوى بعض دوائر الشرطه، كما تظل بعض شكايات المواطنين مجمده لدى بعض الادارات العموميه والسلطات، ولم تنجز فيها الابحاث والاجراءات المتعلقه بها واستشفاء الفساد في الصفقات والمشاريع العموميه وعدم احترام دفتر التحملات مثل شركة هيلكول، شركة النقل الحضري أورو العلائش بيس، بعض صفقات وكالة الماء والكهرباء راديل، وبعض مشاريع اللجنة الإقليمية لتتبع برنامج مدن بدون صفير، وصفقات مؤسسة العمران، وصفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما على مستوى الحقوق الشرعية محليا، استمرار محاربة الحقوق والحريات النقابية في جل الوحدات الإنتاجية والصناعية والفلاحية من طرف السلطة أو الباترونة، كان آخرها طرد 3 عمال، كاتب عام ونائب أول والثاني، بمجرد تأسيسهم المكتب النقابي بشركة النقل الحضري أورو العرائش بيس، ناهيك عن خلقها الفاضح لدفتر التحملات وتواطؤ مع السلطات الوصاية والمجلس البلدي، وانتهاك مقتضيات مدونة الشغل على عالتها بشكل خطير وبمباركة السلطات وتواطؤ مفتشيات الشغل والضمان الاجتماعي. وتأسيسا على ما سبق، فإن الجمعية تعلن تدعو كافة مناضليها ومناضلاتها وعضواتها وأعضائها ومناصريها الغيورين وعموم قوى الديمقراطية وكل المدافعين عن الحقوق الشرعية الالتحاق في تظاهرة فاتك ماي 2019، تنديدها بالأحكام الجائرة في حق مناضلي الحراك الشعبي بالريف وجراده وزاقوره وابن ملال والصحفيين والمدونين، مطالبتها باطلاق سراحه كافه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي وعلى راسهم حميد المهداوي والمدونين، استنكارها لتسخير القضاء لانتقام من المناضلين والمعارضين لسياسات الدوله، تضامنها ودعمها لنضالات الاساتذه الذي فرض عليهم التعاقد وكل الفئات التعليمية وكل الكادحين الرافضين لمسلسل التراجعات والانتهاكات، مطالبتها السلطات بتوفير النقل الحضري لأحياء مدينة العرائش وضواحيها بشكل منتظم وزيادة خطوط النقل، استنكارها لتجاوزات المهنية والمعاملات الحاطة من الكرامة لبعض عناصر الشرطة والأمن في حق بعض المواطنين والمواطنات، والتقصير في معالجة شكاياتهم والإجراءات المتعلقة بها على مستوى بعض دوائر الشرطة، ولم تنجز فيها الأبحاث بالسرعة اللازمة كحالة المواطن أيمن الحربولي ومحمد رضا علالوش ودنيا شريك، تسجل عدم تجاوز السلطات مع مراسلات وبيانات الجمعية وشكايات وتظلمات بعض المواطنين، مطالبتها السلطات الأمنية والقضائية بتوفير الأمن والأمان الشخصي للمواطنين والمواطنات وحماية ممتلكاتهم ومعطياتهم وسلامتهم البدنية،
تضامنها مع نضالات عمال شركة النقل الحضري أورو العرائش فيس وتنديدها بانتهاك الحق النقابي والطرد التعسفي الذي طال المناضلين النقابيين. استنكارها لحرمان السائقين المهنيين لسيارة الأجرة من المأدونيات ومطالبتها بالقطع مع سياسة الريح في هذا الشأن. تضامنها مع نضالات حراس الأمن وتنديدها بالاستغلال المكثف الذي يطالهم وانتهاك حقوقهم بتواطؤ الجهات الوصية وبمباركة السلطات. تنديدها بالهجوم على الحرية النقابية الذي تعرض لها عاملات وعمال العرائش والإنعاش الوطني وعدم تسليمهم وصل إيداعهم مكتبهم النقابي ومطالبتها بتسوية وضعية إدارية وقانونية وتضامنها مع نضالاتهم لتضييق مقتضيات مدونة الشغل. مطالبتها للسلطات بفتح تحقيق في صفقات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مطالبتها الجهات المختصة بفتح تحقيق ومساءلة اللجنة الإقليمية لتتبع برنامج مدن بدون صفيح في عملية توزيع البقع على المستفيدين والمستفيدات. كذلك مطالبة السلطات والجهات المختصة بحماية البيئة ووقف تدمير غابة لمبيكا وإغلاق شركة سولار لتفتيت الأحجار وسطها والقريبة من جزيئة النصر وإغلاق مطرح النفايات الصلبة الواقع وسط ساكنة حي المنار ووقف نزيف نهب الرمال من شاطئ العرائش. ودمتم للنضال أوفياء. شكرا.